طيب احنا دلوقتي بقى خدنا تولز تسمح لنا ان احنا نعمل لابلاس ترانسفورم، تسمح لنا ان احنا نعمل انفرس لابلاس ترانسفورم. فدلوقتي عايزين نستغل الكلام ده بقى عشان نعمل اناليسز للينير تايم انفاريانت سيستمز. اتفقنا ان احنا عندنا الريسبونس او الديفرنشال ايكويشن بتاعتنا بتاعت الكومبليت ريسبونس بتاع السيستم بتاعنا، ممكن نحطها بشكل حاجة بالمنظر ده كده. يعني ممكن نحط نديسكرايب الايكويشن بتاعت اللينير تايم انفيرنت سيستم عباره عن ديفرنشال ايكويشن شكلها كده. لو احنا حطينا الانيشال كونديشنز بتاعتنا، لو كان عندنا انيشال كونديشنز موجوده، بيسكلي ممكن ان احنا نبتدي بقى يعني نجيب اللابلاس ترانسفورميشن للايكويشن دي كلها، واحنا عارفين كل الديريفيتيف بيبقى في الاخر اس في ايه في اف اوف اس لو هي فانكشن اوف اف يعني اف بتاعتنا، وهنلاقي في الاخر ان y of s بتاعتنا هيبقى 2 terms b of s على a of s في x of s زائد 1 على a of s i of s. i of s دي عبارة عن function في initial conditions و x of s دي عبارة عن ال input بتاعي. اوكي، فاحنا ممكن ببساطة لو احنا عندنا فرضا 0 initial conditions يبقى ممكن الجزء ده يبقى ملغي خالص، الجزء ده كده يبقى مش موجود، ويبقى عندي الجزء اللي هنا ده ممكن نحسب منه ال transfer function بتاعتنا تبقى y of s على x of s مباشرة. طبعا احنا اتفقنا لما بتكلم على linear time invariant systems شرط ان الجزء ده بيساوي صفر، لو الجزء ده موجود ما اقدرش احسب transfer function وما يبقاش السيستم بتاعي linear و time invariant. طيب لو انا يعني كنت بتكلم على الجزء اللي هو بتاع الترانسفير فانكشن، الترانسفير فانكشن زي ما كنت بتكلم هي عباره عن بي اوف اس على اي اوف اس للجزء اللي هو الكوفيشنس اللي موجوده عندي اللي هي كانت بتاعت الجزء بتاع الاكس اللي عندي بتاع الجزء بتاع الانبوت، وده عباره عن الكوفيشنس بتاعت الاوتبوت اللي كانت موجوده في الديفرنشال ايكويشن، وهنسمي h1 of s ده الجزء اللي هو فيه الفانكشن اللي هي بتتضرب فيه الانيشال كونديشنز. كويس، زي ما كنت بتكلم الجزء بتاع الكومبليت ريسبونس عباره عن h of s في x of s، والجزء بتاع المعتمد على الانيشال كونديشنز عباره عن h1 of s في i of s. كويس، وده اللي بيديني بقى الفورم اللي احنا شفناها اللي هي عباره عن الزيرو ستيت ريسبونس والزيرو انبوت ريسبونس. زي ما كنت بقول الزيرو انبوت ريسبونس ده ان انا ده ما يهمنيش دلوقتي في الجزء بتاع linear time invariant systems، يعني الجزء بتاع linear time invariant system هو ده الجزء الاساسي اللي انا بتعامل معاه. اوكي، فمعنى كده لو انا بتكلم على general case، اوكي، zero state response نقدر نحسبه عبارة عن ان انا بجيب ال Laplace minus 1 بتاع h of s في x of s، يعني بجيب الجزء الاولاني ده احسب له انفرس لابلاس ترانسفورميشن، اجيب الانبوت بتاعي احسب له اللابلاس ترانسفورميشن بتاعه واضربه في الاتش اوف اس بتاعتي اللابلاس ترانسفورميشن بتاعها، وفي الاخر الحاجه اللي هي الناتج بتاع الكلام ده بجيب له انفرس لابلاس ترانسفورميشن زي ما احنا شايفين هنا كده عشان احسب الزيرو ستيت ريسبونس. اوكي، ده يعتبر الريسبونس بتاع لينير تايم انفيرينت سيستم، ده اللي هو الستيدي ستيت ريسبونس بتاعي. لو بتكلم على الزيرو انبوت ريسبونس ده بتكلم بقى على حاجه فيها نون لينيرتي، يعني فيها حاجه عندي فيها انيشال كونديشنز ما هياش زيرو، يعني بيبقى السيستم بتاعي ديسكرايب كونستنت كوفيشنت لينير ديفرنشال ايكويشن والانيشال كونديشنز نون زيرو. اوكي، فممكن احسبها من الايه انفرس لابلاس ترانسفورميشن بتاع الترم الثاني دوت.